الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله ما أحوجنا إلى تدبر القرآن ومن آيات القرآن وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة أي أتم وأكمل آلاؤه كثيرة ونعمه متعددة ما أحوجنا إلى أن نتفكر فيها بل عباد الله لو جلس الإنسان يحصي هذه النعم من ساعة ولادته إلى ساعة وفاته ما تمكن من عدها وإحصائها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ومما يحبب العبد للرب أن يستحضر تلك النعم فمن نعم الرحمن على الإنسان أنه خلقنا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا من خلقك الله جل وعلا كنت عدما خلقك في أحسن تقويم يا لها من نعمة عظيمة انظروا إلى حالنا وشكرنا لمن يتفضل علينا بغداء أو عشاء أو شفاعة من أجل زواج أو وظيفة فكيف بالذي خلقنا من العدم ومن نعم الرحمن على الإنسان أنه رزقه أطعمه وسقاه وكافاه وآواه ومن كل شيء أعطاه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله جل وعلا أغنانا بعد فقر عباد الله نحن الذين نرفل في النعم الكثيرة والوفيرة كنا قبل هذا فقراء واسألوا الأجداد عن حالنا وكيف كنا وكيف أصبحنا ممن هذا من الله جل وعلا ومن نعم الرحمن على الإنسان أنه هدى لدين الإسلام يا لها من منا ونعمة عظيمة وكبيرة أن تهدى إلى دين الإسلام غيرك يعبد الحجر والشجر وأنت تتوجه بالعبادة للواحد الأحد هذه نعمة عباد الله والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وعلى هذا فلا تمتن لا بصلاتك ولا بصدقتك لا تقل فعلت وهذا عباد الله أحيانا البعض حينما ينصح يقول ماذا تريدون صلاة وصليناها كأنه يمتن على ربه بصلاته وما يعلم هذا الإنسان أن الذي وفقه للصلاة هو الله جل وعلا فلان الآن حاضر وآخر في سبات عميق من وفق هذا وخذل هذا إنه الرحمن إذن عباد الله نعم الرحمن علينا كثيرا خلقنا رزقنا أطعمنا سقانا كفانا بل حتى الفقراء والمساكين يرفلون في نعم الله من حيث لا يشعرون ولهذا قال أحدهم لعبد الله بن عمرو بن العاص ألسنا من فقراء المهاجرين قال ألك زوجة تأوي إليها قال نعم ألك مسكن تسكنه قال نعم قال فأنت من الأغنياء هذا ضابط الأغنياء يا معاشر الفقراء ثم قال ذاك الرجل
فإن لي خادما، أي مع الزوجة والمسكن أملك خادما. قال فأنت من الملوك، بعضنا يعيش، بل من منا لا يعيش بلا خادم أو خادمة؟ إذا البعض يعيش حياة الملوك وهو لا يشعر. تلك نعم عباد الله تستوجب الشكر. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأذكركم وإياي بأننا في يوم عيد، وعليه أظهر الفرحة والسرور. صلوا أرحامكم وأصلحوا ما بينكم، واستوصوا خيرا بنسائكم وأولادكم، وأحسنوا إلى جيرانكم، وتعاهدوا الفقراء والمساكين. تشرع الأضحية في هذا الوقت، وفي عيد الفطر الفطرة، وهكذا كل ذلك من باب تعاهد الفقراء. هكذا المسلم لا يهتم فقط بنفسه، وإنما كذلك يعتني بالآخرين إنفاقا وبذلا وعطاء وشفاعة. افعل خيرا، فمن يفعل الخير للغير هو في الحقيقة يفعل ذلك لنفسه قبل غيره. تؤجر، هو أكل وشرب وانتهى الطعام، لكن الحسنات الباقية ستجدها في ذاك اليوم العظيم. ثم توجه بالكلام إلى الشباب، أقول لهم حافظوا على أجواء العيد، لا تعكروها. على والديكم، ربما شاب في هذا اليوم خرج مسرع إلى أصحابه، ربما نسأل الله أن يحفظ الجميع، وقع له حادث لأنه لم يبالي بنفسه ولا بالسرعة، ثم ماذا يحصل؟ وإذا بأجواء العيد تتعكر على والديه، بدلا من أن يفرحوا ماذا يحصل؟ إذا الله الله بهم. هذا عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. آمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آمين. الأحياء منهم والأموات والأموات. اللهم وفق حاكم البلاد ونائبه. آمين. وسائر حكام الإمارات والمسلمين. آمين. بالبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. آمين. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ مكتوم. آمين. والحمد لله رب العالمين. آمين. قبل الله منا ومنكم.